يسرني أن أستضيف اليوم باستوديو عالم الصباح الأستاذ جو كنعان رئيس نادي الروتاري بيروت سيدرز كلاب لحتى نحكي عن نشاطاتهم مع بداية العام 2014. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا كل الناس بتسمع وبتعرف نادي الروتاري، يمكن ما بيعرفوا كتير تفاصيل، بس رح نحكي اليوم عن نشاطاتكم بالإجمال. بدي بلش بالقلب أنا اليوم المقابلة، بدي روح على آخر نشاط يلي هو يمكن بيّن عن مبادرة جدا منيحة، يلي هي أنكم عطيتوا جمعتوا كتب وهالكتب راحوا إلى مكتبة السائح يلي احترقت مؤخرا بطرابلس، صحيح؟ هادي عم جمعوا الكتب، نحن موصين على كونتينر 40 قدم، بيبقى فيه شي 40,000 كتاب. أوكي. من امريكا رح يجونا. هذا كل فتره بنطلب مساعده منهم. اوريدي ساعدنا مكتبه البلديه، مكتبه البلديه بمصري، جبنا لها كونتينر وقدمنا لهم اياه، وهلا عم دشنها. وحتى الكونتينر اللي بيجوا فيه بتقدم لهم ليقدروا يستعملوه لاي شغله، ليقدروا يعملوه مثل متحف صغير او شيء يقدروا يحولوه كيف يعني كيف تم اختيار الكتب؟ لانه مكتبه، يعني المكتبه اللي كانت بطرابلس هي مكتبه كثير كانت مميزه، الكتب يلي فيها والمخطوطات وهيك كمان كانوا اشياء مميزين. هل قدرتوا تجيبوا اشياء قريبه؟ شو نوع الكتب يلي رح تجيبوا؟ نحن نطلب المساعده، يجينا عدد كبير كتب. اوكي. هلا الكتب بنحطوا بتصرفوا للبير سرور، وهو بيتصرف فيهم، اذا بيعتزوا منه بيستعملون اشياء ثانيه، بيقدر يبعثها على مدارس اما على مكاتب ثانيه اما يستبدلها بغير اشياء. بس نحن ما بنقدر نفرض على المتبرعين شو بدهم يعطونا، بس بيبقى فيهم بال 40,000 كتاب في مجموعه كبيره معقول يعني تبقى تهمه بتهمه بنفس الاطار يلي هو كان شيء طبيعي. شيء طبيعي، وين بتساعد؟ ما هو الهدف منها انه هالمكتبه تساعد للعالم اللي بدها تطلع على الكتب الموجوده. مزبوط. فيها لازم يبقى فيها من جميع الاصناف الكتب. عظيم. انا بلشت يعني باخر نشاط لكم، بس رح نرجع شوي. ورح نرجع حتى لسنه الماضيه. السنه الماضيه كان في سنه السلام بالنسبه لكم، واشتغلتوا فيها بعده نشاطات، صحيح؟ مزبوط. في شيء عملناه مع السفاره الالمانيه، عرضنا فيلم بالنادي السقف الفرنسي مع السفاره الالمانيه عن البيس، كل شيء بيتعلق بالبيس. وجبنا كمان اجى ناس من المانيا مع زارونا بلبنان وعملوا جوله على عده انديه وحكوا عن البيس الموجوده. ونحن هذه واحده من شعاراتنا بالروتاري كلاب، بالروتاري العالمي. عندنا ست شعارات متابعون، منها البيس، يعني هذا من الاهداف المهمه عندنا اياها. نعم. غير الهيلث وغير التشايلد وغير في عندنا الديزيز، يعني مثل كل شيء مثل بوليو، هدول نحن محاربه. أوكي. محاربه الاوبئه والدراكس كمان زاد شيء، يعني هالاشياء الاساسيه نحن بنحارب مشانها. منها البيس كمان. بيس بدنا اياه كثير، صرنا بس بهالطريقة. انا شايفة كل ما حاربنا كرمال البيس كل ما البيس عم يهرب. مع المصيبة هون عنده مفهوم للبيس، كل واحد بيطلع عليه بالمنظار تبعه بدل ما يطلع فيه بمنظار عالمي. صحيح. لا نحن بنجرب نقرب الاشياء اكثر، وهذه كانت من اهداف الرئيس السابق للنادي. نحن كل سنة بنغير رئيس، ما عندنا تمديد ولا تجديد. عظيم. كل سنة بتغير رئيس لدرجة انه مثلا الرئيس بده يجي بالجولاي ده منتخب من قبل، من واللي بده يجي بالجولاي مش هذا الجاي اللي بعده، حتى اوريدي منتخب من هلا. برافو. يعني انا ما حدا جدول مضبوط وتحت ما حدا يخربط. عظيم جدا، يعني دائما هيك بكل شيء نحن عندنا. نحن كثير فيري اورجنايز، يعني بالروتاري كلاب وكله معمول حسب برنامج بيتبعوه بالعالم كله، يعني مش بس نحن، كل كلوبات العالم 33,000 كلوب بالعالم بالجولاي بغيروا رئيس اوتوماتيكلي. كل شيء بيتبع معه، كل رئيس بنقي الاهداف اللي بحب يوصلها. متى انا السنه ماشي باهداف بدي هلا رح نحكي اكيد عن اذا بتحبي نحكي عن اكيد فيها. خلصنا ال 2013 اللي كان عنوانها السلام. هلا انا السنه هيدي مبلشها عندي هدفين اساسيتين، بدل ما كنا نعمل مشاريع موزعه بكل المدن وكل المناطق، جربت احصرها
بمدينه لتبين معنا انه الاشياء اللي بنعملها اوقات بتضيع ما بتبين ما حدا بشوفها الا نحن بنعرف فيها لان نحن عملناها. اوكي. بس هلا قررت مثلا بضيعه اسمها كورتادا عامل له ملعب بلدي، سالنا رحنا شفناهم شو بدكم انتم بالضيعه؟ بدكم مستوصف؟ قال لا مش عاوز مستوصف لانه قريبين للمنصوري وللمناطق في عندنا كل اللازم، بس بدنا ملعب بلدي، كان ملعب بلدي راح بالحرب ما عندنا غيره، جدنا عم نعمل له ملعب بلدي بنجهز له كامل تجهيز كامل. هي ضيعه صغيره او كبيره؟ ضيعه يعني فيها 80 82 بيت. قررنا نعمل لهم شغله ثانيه انه كل بيت نجهز لهم بالطاقه الشمسيه لتسخين المي، لعتبها اول ضيعه مجهزه كامل بسخانه المي على الطاقه الشمسيه. على الطاقه الشمسيه. يعني هي الاهداف اللي عم نعملها لهالضيعه. هلا بيجينا عده اشياء طارئه مثل قضيه المكتبه تبع سروش او مثل ميتم بزحله طلب منا نساعده نعمل له 100 فرشه. اما نيرو اتصل بالصديق لإلي بزحله اسعد نكت تبع الكهرباء الزحلي، قلت له بتقدر تساعدنا؟ ساعدنا نقدر نحن نحط المصاري الباقي ونشتري. قال لي اوكي. وهيك هيك بنعمل يعني اشياء من خارج هي مبنيه اكثر على علاقاتكم وصداقاتكم اللي هي فيكم تامنوا من خلالها اكزاكتلي. وبنقدر نعمل هيك، بنقدر نعمل اشياء اكثر بكثير من الطاقه تبعتنا الاساسيه. لما بدك دائما تامني مصاري، والمصاري بتتامن يعني نعمل فاند ريزنج، نعمل حفلات لنجيبها وبنجيبها بعدين من النوادي الثانيه اللي تساعدنا. واخر شيء بتجي الروتاري فاونديشن، قديش انتم مجمعين مصاري؟ اه بحط 50% منهم فوقهم ولا تقدروا تعملوا مشروع. اوكي. بيرجعوا وهيك بنعمل مشروعنا. عظيم. قدمنا مثلا بيوس ل ل ل ما بعرف ما بيمروا صور بتاعي. الصور مبلا بعتقد انه النهار في مثلا هلا بكفوا لنا اياهم. قدمنا بيوس ل دار عجز الاسلامي ببيروت. بدنا نديرهم بيوس ليقدروا ينقلوا مجهز يعني مخصص ل ما بعرف اذا كان طالبين تجهيزات سبيسيفيك فيه، بس انه ليقدروا بس للنقل في الاشياء. قدمنا اوقات بنقدم عربيه اسعاف لاي مؤسسه عوزتها، يعني هي الاشياء بنعملها نحن. قدمنا مثلا لابتوب لمدارس لمدرسه بدير سير الدينيه، قدمنا لهم اللابتوب للتلاميذ. هدول انعملوا يعني بخلال الفترات السابقه. كلها هلا انعملوا. نعم. اوكي، كلها هلا انعملوا. لا كلها بالسابق بالسابق مرقنا عملنا شغله مهمه كثير، هيدي عم تنعمل هلا على مستوى لبنان كله، هي كل المدارس الرسميه تبع الدوله عم نعمل لها تحليه المي، يعني عم ركب لهم ريزرفوار مي جديد، اساطير وحنفيات جديده مع تحليه للمي، تكرير المي لتصير نضيفه للشرب، صالحه للشرب وما لها ريحه وما لها شيء. هي عم نعملها ب هذا بلشتوا فيه المشروع هديك السنه تقريبا او اللي او لا صرنا ثلاث سنين عم نعمله. أوكي. على مستوى كلوبات بين بعضنا نحن كروتري كلوب بيروت سيدرز، نحن ليدر بكثير في هالعمليه، لان من اصل 230 مدرسه كنا مساهمين ب 210 مدارس نحن فيهم. هلا على مستوى صار على مستوى الديستريكت، يعني عم يسوى الجوفرنور قرر يعمل هو ياخذ المشروع يتبنيه مع الكلوبات، يصير هو عم يديره ليعمل كل لبنان. يعني بعد في شيء 1000 مدرسه عم نعملهم هلا، نحن بعدنا عم نساهم فيهم. هلا انتم ككلوبات موجودين بمناطق اكيد بتنسقوا ببلتام جنرال، بتنسقوا بنشاطاتكم كيف بتختاروا؟ في عندنا كل كلوب عنده حريه تامه ليعمل هو بشريعه، وزيت الوقت في مشروع ميجا بروجكت عم بيعمله الجوفرنور، نحن عم نمشي معه عم نساعده فيه. اوكي. وفي بعدين نحن اشياء بنعملها سوا مع بنتعاون نحن وعدة كلوبات، يعني القوة تبع روتري انه مش ايد واحدة عم تزقف، كلكم سوا. بعدين ما يبقى مثلا شخص او واحد جاي بده يتبرع يعمل يساعد تلميذه بمدرسة، اما يساعد حدا يعمل عملية، بعدها اعمال فردية مش دائما بتأدي. نحن هون بنجتمع 600 روتاريان بلبنان، بلس في عندنا 1,200,000 بالعالم، يعني غير قوه غير طاقه ايميديتمان. وقت اللي بحسوا انه انتم يعني على نطاقكم المحلي مقصرين او هيك دائما مش مقصرين، نحن شيء ما نعمل بروجي بنعرض نعرض عليهم. مين بحب يشارك؟ مين بحب يشارك؟ هلا عندنا كلوب بالبرازيل عم يشارك معنا، في عندنا كلوبات من اوروبا بتشارك معنا. في يعني وقت اللي قررتوا تختاروا هالضيعه الصغيره يلي هي ارتاده او هيك تحت تعملوها، بتطلعوا وبتعملوا دراسه بتشوفوا ضيعه يمكن بحاجه اكثر، شو الاولويات لحتى نقرر؟ انا رحت شفت عدة ضياع برمت عليهم، لان قررت انا بدي اعمل ضيعه.
لا درقنا على معي الممبر سبع كلوب، قلت انا لازم اطلع اشوف ضياء واعرض عليهم. اوكي. رحت شفت ضياء فوق جبال، كانت منيحه بس اكبر، بس عند يعني بس ما كان عندي التمويل الكافي لها. هي ضياء كورتادا قدرت اعمل لها التمويل قريبه لنا، هيك هيك كل الممبرز بيقدروا يطلعوا يشوفوا يحسوا كمان شو عم يعملوا، لانه عملنا اشياء بتصير دينيه، ما عملنا اشياء ب ب بالعكارة من إيريجيشن، طب ما حدا راح شايفها منه. لا انتم مقصرين بدهم يعملوها بدهم يطلعوا يشوفوها. بس انا شفت انه في اشياء ما 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 بعيدة عنه، بيقولوا اوكي بيطلع واحد منبر ليمثلنا، بس ما بيطلع الاكيب ما بيشوفوا شو عم بنعمل. نحن الهدف انه نحمس الكل ليساهموا بكل شيء، وهذا الهدف تنقيتنا للضياع. مستر جو كنعان اهلا وسهلا فيك معنا باستوديو عالم الصباح. ميرسي لاستقبالي. بدنا نشد على ايدكم كل الاشخاص اللي قادرين انهم يقدموا فيهم خير وبركه لمساعده يعني اشقائهم اللبنانيين باي حاجه باي شيء هن بحاجه له، هن دائما مشكورين. اهلا وسهلا فيك معنا باستديو عالم الصباح.